خلينا نتوقف الحقيقه دكتور حاتم، يعني قال حاجه مهمه جدا وانا عايز اعكسها واسالك. امتى افصل ما بين الوطن ورئيسه او زعيمه، وامتى اقدر اربط ما بين الوطن ورئيسه؟ يعني انا يجوز ان انا اقول مصر عبد الناصر امتى، وامتى اقول زي ما الاستاذ هيكل قال لمصر لالي عبد الناصر؟ هو عبد الناصر ابن عصر الزعماء، وبالتالي لما بنقول عبد الناصر حتى بنقول تيتو، بصرف النظر عن ايجابيات او سلبيات، دي قصه تانية. بنقول نهرو، بنقول نكروما في افريقيا، فهو عصر الزعماء، حركه التحرر الوطني اللي ظهروا بعد الحرب العالميه الثانيه بشكل خاص، ودي موجه نهايه الاستعمار وعالم ما بعد الاستعمار. بالتالي ده عصر الزعامات اللي اتصور انه مش هيتكرر ثاني، لان ده عصر يعني دي سمات العصر، ده سمات العصر. فعلشان كده بيتقال مصر عبد الناصر، لان فعلا ده عصر الزعماء ودي طبيعه عصر الزعماء. هل لان ده كان عصر التحرر الوطني؟ طبعا حركه التحرر الوطني في اسيا، يعني غاندي عنده حوار مع الانجليز، عبد الناصر طبعًا عنده حوار مع الانجليز، لومومبا عنده حوار مع الفرنساويين والبلجيكيين، طبعا يعني في حوارات من النوع ده، حركه التحرر الوطني حتى في امريكا اللاتينيه بشكل اخر ومختلف. فعشان كده ده عصر الزعماء الكبار. لكن افصل امتى افندم؟ افصل امتى بقى ما بين الوطن وما بين الرئيس؟ افصل امتى؟ لما اجي اكتب تاريخ. لان هنا هل انا بتعامل مع الزعماء على انه شخصيات مقدسة ومنزهة، ولا شخصيات قابلة للنقد؟ وعشان كده حتى العنوان اللي حضرتك ذكرته للاستاذ هيكل لمصر لالي عبد الناصر، وعبد الاستاذ هيكل حتى كانوا بيسالوه انت ناصري، فيقول لهم انا مش ناصري. هنا فكره الفصل، لانه هو بيدي هامش لنفسه لانه ينقد التجربه. في الحقيقه اول من نقد التجربه كان عبد الناصر نفسه بعد 67، وبذكاء شديد بعد 67، بعد الهزيمه وفي مذكرات سارة عكاشة، وسارة عكاشة شخصية يعني مقربة، هو وزير ثقافة الأشهر، عبد الناصر قال في اجتماع مجلس الوزراء علينا نعترف أن التجربة فشلت ونبدأ من جديد. وبيان 30 مارس